بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الباب الأول، الكلمة. حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذه قراءة في كتاب النحو الوظيفي أو النحو التطبيقي أو التطبيق النحوي لعبد راجحي، وهذا كتاب جميل غرير كتب قبل 30 سنة، وهو يتكلم في علم النحو وكيف نقوم بتطبيقه. وهذا هو المجلس الأول لثلاث بقين من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأول ما يبدأ به المصنف رحمه الله يقول: الكلمة. الكلمة أولا، قال صاحب الألفية: كلامنا نفض مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلمة. فالكلمة هي الكلمة التي يتكون منها اللغة العربية. فلما نقول: ذهب أحمد إلى المدرسة، فنقول هنا ذهب فعل ماضي يبني على الفتح ويسمى كلمة، وأحمد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وهذا يسمى أيضا إيش؟ كلمة. وإلى حرف جر، وهو يسمى أيضا كلمة. والمدرسة اسم مجرور وتسمى أيضا كلمة. إذن الكلمة تتكون من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. هذه التي تتكون منها اللغة العربية. نعم، تفضل. تحديد نوع الكلمة. تحديد نوع الكلمة. تحديد نوع الكلمة. نعم. الجملة ميدان علم النحو. نعم. لأنه العلم الذي يدرس الكلمات في علاقة بعضها ببعض، وحين تكون الكلمة في جملة يصبح لها معنى نحوي. معنى نحوي. معنى نحوي. نعم. أي تؤدي وظيفة معينة تتأثر بغيرها من الكلمات وتؤثر في غيرها أيضا. وأنت حين تقول إن هذه الكلمة فاعل مثلا، فإنك تعني أن قبلها فعلا بينه وبين الفاعل علاقة من نوع ما. أنك تعني أن قبلها فعلا. نعم. بينه وبين الفاعل علاقة من نوع ما. نعم. وهكذا في بقية أبواب النحو. النحو إذن لا يدرس أصوات الكلمات. الكلمات لها أصوات، علم الصوتيات هذا علم آخر، النحو لا علاقة له به، هذا علم آخر يدخل في فقه اللغة. نعم. ولا بنيتها، لأن البنية هذا الصرف، عندنا شيء اسمه النحو والصرف. الصرف هذا يدرس بنية الكلمة. نعم. ولا دلالتها، ولا يدرس دلالتها. دلالة الكلمة له أيضا باب آخر يدخل في البلاغة والبيان والبديع. نعم. وإنما يدرسها من حيث هي جزء في كلام تؤدي فيه عملا معينا. إذن هذا هو النحو. نعم. على أن أهم خطوة في التحليل النحوي هي أن تحدد الكلمة، وعلى تحديدك لها يتوقف فهمك للجملة. نعم. ويتوقف صواب تحليلك من خطئه. نعم. وأنت تعلم أن الكلمة العربية إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. هذا الذي قلناه في البداية، قلنا إذن الكلمة هي عبارة عن إيش؟ اسم أو فعل أو حرف. الاسم من السمو وهو الارتفاع، وهو ما دل على الشيء خاليا من الزمن: أحمد، محمد، علي، مصر، السودان، إلى هذه كلها أسماء دلت على أشياء خالية من الزمن. والفعل هو كلمة تدل على شيء مرتبط بالزمن،
فإما أن يكون فعلا ماضيا إذا دل على زمن ماض، أو مضارعا إذا دل على زمن مضارع، أو مستقبل إذا دل على زمن مستقبل. والحرف هو ما لا يدل لا على فعل ولا على زمن ولا على اسم ولا على ولا على اسم. تفضل. نعم. فهي لا تخرج عن واحد من هذه الثلاثة، أي الاسم والفعل والحرف. نعم. وعليك أن تسأل نفسك دائما ما نوع هذه الكلمة، أهي اسم أم فعل أم حرف؟ إن هذا السؤال له أهمية خاصة في التطبيق النحوي، لأن إجابتك عنه ستترتب عليه كل خطواتك بعد ذلك، وذلك أن الكلمة إن كانت حرفا فهي مبنية ولا محل لها من الإعراب. فهي مبنية، وهذا سيدخلنا في درس آخر بعنوان الإعراب والبناء. ما معنى الإعراب وما معنى البناء؟ فهو يقول الآن، تفضل، أن الكلمة إن كانت حرفا، إذن الحروف كلها مبنية. نعم. فهي مبنية ولا محل لها من الإعراب. فهي مبنية ولا محل لها من الإعراب. لما أقول ذهب أحمد إلى المدرسة، فآتي إلى أقول إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كيف عرفت مبني على السكون؟ لأنك قلت إيش؟ إلى، فسكن معك الحرف، لذلك قلنا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. إن كانت فعلا فقد تكون مبنية وقد تكون معربة. نعم. الأفعال، إذن الآن الأفعال فيها البناء والإعراب، والحروف كلها مبنية. نعم. ولكن لابد لها من معمولات تعمل فيها على ما سنعرفه تفصيلا. سنعرف الآن ما معنى عامل وما معنى معمول. نعم. وإن كانت اسما فلابد أن يكون لها موقع إعرابي، مبنية كانت أو معربة. إذن الأسماء والأفعال فيها الإعراب وفيها البناء إلا الحروف، فكلها مبنية. هذه قاعدة نحررها. نعم. مبنية كانت أو معربة، فضلا عن أن نوع الكلمة أن نوع الكلمة يعينك على معرفة نوع الجملة التي هي مدار الدراسة النحوية. نعم. ولننظر في الأمثلة التالية. الآن جئنا إلى الأمثلة، ففتقوا أذهانكم أيها المستمعون الكرام والمتابعون لكي نحرر وندلل على ما يقوله المصنف. نعم. أولا، ما جاء علي. ما مكتوب على شيخنا؟ ما جاء علي. نعم. مكتوب على من؟ ما جاء علي. نعم. نعم. علي. ثانيا، قوله تعالى ما هذا بشرا. ما هذا بشرا. نعم. ثالثا، إنما محمد رسول. إنما محمد رسول، قد خلت من قبله الرسل. نعم. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. خامسا، قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. سادسا، ما أدراك أن عليا قادم. ما أدراك أن عليا قادم. نعم. سابعا، ما أكلت اليوم. ما أكلت اليوم. نعم. ثامنا، ما أجمل السماء. ما أجمل السماء. لا، أخطأت في القراءة. ما أجمل السماء. ما أجمل. ما أجمل السماء. أراد أن يتعجب. ما أجمل السماء. وهذه لها قصة. أبو الأسود الدؤلي قالت له ابنته ما أجمل السماء، قال النجوم،
قالت يا أبتا ما أردت أن أستفهم، أردت أن أتعجب. قال إذن قولي ما أجمل السماء. فإذا كان على وزن أفعل مضموم فهو استفهام، وإذا كان مفتوحا فهو تعجب. ولذلك لما سمع اللحن بن ابنته ذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه واستشاره أن يضع علم النحو، واستشاره أن يضع علم النحو. نعم.